إذن أولا نشكركم على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وبالطبع كيف ما كتعرفوا إلا بغينا نقويو القراءة والكتاب في المملكة المغربية لابد أن يكون هناك تواصل ومقاربة تواصلية خاصة بالكتاب وبالكتاب، لأن في الأخير خاص المعلومة توصل عند المواطنات والمواطنين، أحسن وسيلة هي أنتم يعني الصحافة الوطنية. وفي هذا الإطار بالطبع وزارة الثقافة تلقات مجموعة ديال المبادرات باش نقويو القراءة والكتاب، من بين هذه المبادرات المعرض اللي كتقويه سنة مورا سنة وكتدعمو بالطبع ماديا ليس فقط كوزارة ولكن حتى في إطار الشراكة اللي عندنا مع مجلس جهة الرباط سنة القنيطرة. وكيفما كتعرفوا وصلنا هذه السنة أعتقد ل 40 مليون ديال الدرهم لدعم هذا المعرض، ولو ان هناك كان يعني علاش كنوصلوا لهذا الدعم؟ باسكو كيكون انتظارات من طرف لا الضيف الشرف لان الوزاره هي اللي كتكتب به، ولكن حتى الضيوف اللي كيجيو على الصعيد الدولي، واضطرنا نوقفوا لان كانوا طلبات اخرى من دول اخرى ومن ناشرين اخرين ومن ولكن هذو هما الامكانيات اللي قدرنا نجمعوها هذه السنه. اللي مهم هما عدد الانشطه اللي كاينه في هذا المعرض الموجه لجميع المواطنين وبالخصوص للشباب والاطفال. تكلمنا قبل عن التحدي ديال هذا القرن او ديال 2024 هو الاشكاليه ديال الرقمنه فيها الايجابيات كثيره ولكن فيها اشكال لانها تهدد الورق والكتاب، فلا بد ان يكون هناك واحد الاجتهاد اقوى واكثر ومبادرات اقوى واكثر بالنسبه للاطفال وبالنسبه للشباب. وفي هذا الاطار كيف ما عرفتوا يعني عطينا انطلاقه السنه السابقه للمعرض الدولي للشباب والطفوله، وفي نفس الوقت الحضور ديال الكتب موجهه للاطفال وحتى ديال بعض الناشرين مغاربه واجانب موجهين للاطفال غيكون قوي ان شاء الله في هذا المعرض، وغتشوفوه ان شاء الله يعني في الشهر الجاي. المنتظر كذلك هو التفعيل وتكثيف المبادرات مع وزاره التعليم في هذا المجال. كتعرفوا باننا كاين هناك اتفاقيه اللي وقعنا السنه السابقه اللي كتهم الاطفال في جميع الاقاليم وجهات المملكه بالنسبه للعلاقه اللي عندنا مع المكتبات التابعه للوزاره وحتى بعض المكتبات اللي تابعه للجامعات. الهدف مره اخرى هو تقريب الكتاب من المواطنات والمواطنين، وفي هذا الاطار فاش كنتكلموا على دمقرطه القراءه ودمقرطه الكتاب والدعم اللي نقدروا نوجهوا للناشرين باش يوليو كتب بواحد الثمن اللي كيحترم المغاربه، فالمنتظر كذلك من المبدعين من الناشرين من الكتاب ان يكون هناك حتى قصص موجهه للاطفال ابطال مغاربه، لاننا خصنا نجيبوا دوك الاطفال عند داك الكتاب. كيف ما كينجحوا بعض الناشرين على الصعيد الدولي باش يوليو بعض القصص كتولي داخله في التراث مجموعه ديال الدول، فلا بد ان يكون هناك نفس الشيء في هذا المجال. عندنا اجتهادات قاموا بها ناشرين وكتاب ومازال خصنا نقويهم ان شاء الله وندعمهم باش يوليو هناك قصص اللي غتولي كيف ما فاش كنا صغار حنا نعقلوا على جحا، ياك دابا خصنا يبقى جحا ويوليو ابطال اخرين موجهه لهذا الجيل الصاعد باش يبقاو دائما يهتموا بالورقه وبالكتاب وبالقراءه بالطبع. شكرا. هادشي اللي كنخدموا عليه، اولا كاين سياسه فاش كيكون المعرض الناشرين والمكتبات الثقافيه كيديروا اثمنه يعني كيكون هناك واحد التخفيض بالنسبه للمغاربه بصفه عامه. هذه سياسه كتهم الناشر والمكتبه، حنا كيف ما قلت قبل كنقدموا الاليات فاش انا ذاك نوافقوا في القانون الماليه المقبل ان شاء الله على واحد الدعم موجه للناشرين بالنسبه لهذه المكاتب هذه الكتب اللي سميتهم انا لي ليفر دو بوش يعني مصغر اللي غيكونوا بواحد الثمن، نعم غيكونوا ليس فقط للطلبه ولكن لجميع المواطنات والمغاربه. إريك فالت FALT، جو سوي ديريكتور ريجيونال دو لونسكو بور لو ماغريب. L'UNESCO est très honoré d'avoir été choisi pour participer au sein du ciel comme l'invité d'honneur. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'une organisation internationale est choisie plutôt qu'un pays pour être l'invité d'honneur. Nous offrirons donc un espace très dynamique au sein du Salon du Livre 2024 où les participants, le public pourra découvrir différents aspects du mandat de l'UNESCO, bien sûr les aspects culturels, les aspects de notre mandat liés à l'éducation, aux sciences et plus encore. Nous aurons plus d'une vingtaine de conférences et je voudrais peut-être signaler que nous mettrons à l'honneur en particulier deux sujets. La jeunesse d'abord, puisqu'il y a beaucoup de jeunes participants qui viennent au Salon du Livre. C'est important de leur faire comprendre l'importance de la lecture, de les intéresser à des sujets divers et variés. Et puis nous parlerons aussi beaucoup de l'intelligence artificielle.
En tout cas, je crois que cette participation de l'UNESCO au ciel symbolise, concrétise d'une certaine façon l'union parfaite qui existe entre l'UNESCO et le Royaume du Maroc. Nous avons beaucoup d'activités à tous les niveaux ensemble et le ciel sera une occasion pour nous de le célébrer.